بالمثقفين، ورفضت يمكن يكون معظم ولايات السودان بالمبدعين. إذا كان الحديث عن الفنون فلا بد أن يكون عن الإعلام، وإذا كانت البشريات بقيام جسم إعلامي يعنى بالفنون فلا بد من تبشير مجتمع الجزيرة بقيام وميلاد إذاعة جديدة تنضم للأسرة الإعلامية بهذه الولاية، هي إذاعة جامعة الجزيرة. فلان الفلاني فايز بالجائزة بتاعت أكسل رجل في العالم. قال لي صاحبه جمه قال عليك الله مش يجيبه.